سامحة أيوب سيدة الفن والمسرح العربي الوطن العربي. اشتغلت معاه أول مرة طلع على المسرح كانت مسرحية بخورة إخراج الدكتور أشرف زكي حبيب العودة. ده بني آدم جميل ومتواضع بشكره طبعا. أنا تعرض عليا مسرحين ثلاثة، عملين ثلاثة مسرح بس اعتذرت لظروف خارجة عن إرادتي. أهلا بك معانا منورة الدنيا المسرح القومي، كل سنة شايفين حرصك الشديد على دورة المسرح القومي وحضوره. ربنا يبارك فيك، انتوا اللي منورين، ويا رب يكون صوتي واضح بعد المزيكا الحلوه والافتتاح، وحاجه تفرح القلب وتسعدنا وتسعدكم. فانا سعيده النهارده بان الدوره باسم الفنانه القديره الغاليه سامحه ايوب سيده الفن والمسرح العربي الوطن العربي. انا بقول ان مصر والوطن العربي مهما كان في حقد وضغينه واشعال، احنا قلب واحد، كلنا على قلب رجل واحد. تحياتي ليها، تحياتي للاستاذ، انا اشتغلت معاها فيديو واشتغلت معاها اذاعه، بقول لها تستحقي وبجداره جدا وبجداره جدا. الاستاذ احمد بدير الغالي اشتغلت معاه، احمد ادم سلوى، بقول لهم الف مليون مبروك، ربنا يديكم الصحه، ودايما ان شاء الله السنوات والدورات القادمه تكرم ناس اكتر واكتر باذن الله. شكرا شديد على دعم الفنان محمد رياض ودعم دوراته في المسرح. اشتغلت معاه اول مره طلع على المسرح كانت مسرحيه بخوره اخراج الدكتور اشرف زكي، كانت اسمها لا يا سي زكي، وكان انسان محترم وملتزم ومهذب، ربنا يديله الصحه وطوله العمر. وان شاء الله الدوره تلاقي استحسان النهارده. ويا جماعه مش ضروري نمسك لبعض على الواحد قوي يعني، ربنا يديله الصحه. طبعا طبعا طبعا. مصر احساسكم شايف المسرحيين مصر النهارده بتتكرم، استاذ احمد بدير سلوى محمد طبعا نجوم يا جماعه، احنا سواء مسرح خاص او مسرح الدوله حاجه جميل والله جميل يا جماعه. ما احنا هو احنا المسرح معانا يعني، انا اعمل مسرح بتاع انا وفاء مكي او احمد بدير بتاع المسرح الخاص او بتاع مسرح الدوله او سلوى او الاستاذه سامحه ايوب او الاستاذ احمد اي اي حد، واحنا في اخر فنان فنانين يعني. في بعض الانتقاد اتوجه للفنان محمد رياض بخصوص تكريم النجم احمد ادم، قالوا مش معقول نكرم من المسرح الخاص بمهرجان مسرح. انا مش هقدر اتكلم في كده، او دي وجهه نظر نو كومنت لا تعليق، انا مش هقدر اتكلم. اعرف كسرت الدنيا ايه؟ الحمد لله الحمد لله. حبيبي العوض ده بني ادم جميل ومتواضع بشكره، وبشكر المتحده وبشكر القائمين على المتحده لانهم كانوا ناس محترمه. انا مش عايزه اجيب سيرتهم لان بحس ان انا قلبي بيوجعني من ان هم ناس محترمه قوي 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 قوي، وبشكر المتحده بشكر المتحده بشكر شكر المتحده مليون مره، انهم بص ما فيش كانوا واقفين المسلسل على قدم وساق والله العظيم ثلاثه. انا بشكركم وبشكر الناس القائمه على المتحده، وانكم تفضلتوا وشرشحتوني عملت حق عربي. لا 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 مش حبيبي حبيبي اسماعيل، هو اول بدايه قال لي بصي بصي انا هديك دور بعد كده انت تنقي الورق اللي اجده. بشكر الاستاذ اسماعيل فاروق مبروك عشان اتجوز قريب، وبشكر محمود حمدان والعوضي واستاذ سامح صادق واستاذ محمود كمال واستاذ حسام شوقي، بس والناس كل الناس اللي في المتحده والاخراج عفوا نسيت حد من الفنانين زمايلي كلهم. طبعا انا تعرض عليا مسرحين ثلاثه، عملين ثلاثه مسرح بس اعتذرت لظروف